سعرها كان ثلاث فئات، كان ثلاث فئات ناقصة تفتقر إلى مرفوع منصوب، وتامة تكتفي بالمرفوع، وزائدة لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، وأكثر ما تزاد بين ما في التعجب وما في التعجب، فتقول ما كان أكرم زيدا. وسمع زيادة أصبح وأمسى في قولهم ما أصبح أبردها، ما أمسى أدفأها، ولا يقاس عليه. أنا قولي وقد تزاد كان في حشم كما كان أصح عند من تقدم. يحلفون كان ويبقون الخبر، يحلفون كان ويبقون الخبر، ولم يتطرق إلى المبتدأ، لم يتطرق إلى الاسم، فعرفنا أنه ذهب معها. قال ويبقون الخبر، ما ذهب الاسم معها، واضح؟ قال حميد بن ثور رضي الله عنه أصبح قلبي من سليمة مقصدا، إن خطأ منها وإن تعمدا، أي إن كان، إن كان فعلها خطأ منها وتعمدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتا من حديد. وقالت العرب قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا. أنا قولي ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا للشهر. وسمع حذفه بعد لدن، حكى سبوع العرب من لدن شولا فإلى إتلائها، ومن صيغ العرب افعل هذا إما لا، أي إن كنت لا تفعل غيره، افعل هذا إما لا، أي إن كنت لا تفعل غيره. حذف كان واسمها وابقى لا. نقول ويحذف هنا يقول الخبر، وبعد إن ولو كبير من الصدق تحذف كذلك. في الحالة الأولى حذفت ولم يوضعها شيء، وفي هذه الحالة حذفت وعوضها ماء في قولهم أما أنت برا فاقترب. قالوا أصل الكلام اقترب لأن كنت برا، هذه الخطوة الأولى، أو هذا أصل الكلام. نعم اقترب لأن كنت برا، لا تعني هي، قدموا الجار والمجرور اهتمام به فقالوا لأن كنت برا اقترب. حذف اللام وهو حذف قياسي، أن ومدخولها وأن ومدخولها وكي ومدخولها يحذف معها الجار لأنها مستثقلة بالصلة، فحذف الجار لها قياس، كقوله تعالى وعجزت أن جاءكم، شهد الله أنه أي بأنه من أن جاءكم. حذفوا اللام وقالوا أن كنت برا اقترب، ثم حذفوا كان فانفصل الضمير صارت أن أنت، وضعوا ما موضعها، ثم أدغموا النون الساكنة بالميم فقالوا أما أنت برا اقترب، قالوا هذه خطأ. ومنهم أبا قراشة أما أنت لا نبيل فإن قومي لن تأكلوا مطبور. والأمر سهل، عملهما متجانس، ما الحجازية ترفع الاسم وتنصر خلق ما سوف يأتيك. ماشي شيخ، ما ضمع المخاطر، ما ضمع المتكلم نسيح، نعم فلا في الوضع أنت أنا القياس يقتضي أن نقول نعم، هو حذف وضع بعدها ماء، المرفوع ليس مهما. نعم كمثل أما أنت فر فاقترب، كان مضارع إن كان منجزم فقد وهو حذف قال كان مضارع إلى جزم، حذف العرب لونه كثيرا وهو حذف جائز لا واجب، الله صار جيم. يا بني إنها إن تكون قالوا حبة من خردل فتكون في صخرة، الفعلان مجزومان حيلة الأولى أو الأولى الثاني، ولم يكن من المشركين ولم أكن بغيا، وإن مضارع كان بشرط أن لا يلقاها ساكن وأن لا يتصل بها ضمير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فلن تسلط عليه، لا تحذف في مثل هذا لأن الحذف لا يكون في الحشر، وكذلك بشرط أن لا يلقاها ساكن، وشد قول القائل فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيانة، وقل أشهدان لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين مفكين. ومثلها في هذا لكن، بعض العرب يحذفون ولكن، ومن قول الشاعر ولكن اسقني إن كان ماء كذا فضلي، ولكن اسقني من قوله وإن مضارع كان منجزم فهو